كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن عقدها اجتماعا مرتقبا مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، في وقت أكدت فيه أن توقيع الإعلان السياسي والمبادئ العامة بين الحكومة وقوى الكفاح المسلح يمثل نقطة إيجابية في تحقيق السلام بالبلاد. وقال القيادي بقوى التغيير إبراهيم الشيخ إن الاجتماع مع مجلسي السيادة والوزراء كان مقررا له الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب وجود عدد كبير من أعضاء المجلسين بجوبة خلال مباحثات السلام هناك، مبينا أن الاجتماع سيناقش الأوضاع المعيشية وأزمة المواصلات وسير عملية السلام ومسألة تعيين الولاة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين بالجهاز التنفيذي. وأشار الشيخ إلى أن تحقيق السلام يمثل أولوية قصوى حسب برنامج قوى الحرية والتغيير، وأضاف أن هنالك جدية وإرادة سياسية من الحكومة لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. طيبة لحياة طيبة. هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المواطنين بشأن الدور المنتظر من الحكومة في تهدئة المشهد وإدارة شؤون الناس بعيدا عن العنف والكراهية. نتمنى انه من الحكومة الانتقالية الجديدة دي اول حاجة تمسك لها الناس اللي بيمسكوا بيدفعوا قروش ناس المواصلات ديل كويس، يمسكوها ويدوها لهم ويقول لهم اقفلوا اقعدوا في بيتكم وما تشتغلوا وخلوهم قاعدين، يعني يعملوا أزمة في المواصلات. نحن نتمنى الحكومة دينا تمسك الناس ذا والحياة وتمشي للتجار الكبار، ناس بيمسكوا السكر وبيمسكوا المواد التأمينية والمواد الصحية وحتى ناس الدواء، بيقوا إنه صدروا مثلا يجي من وفد من الدول العربية دعم بيجي منها تمسك إنه أجزاء وجزء في السوق تفكوا في السوق عشان يحصل ارتفاع في الأسعار، يقول لك جاب كمية أقل. التحدي المجموعة اللي إحنا وزغنا فيها والناس خرجين لها بالتوافق مع كل الطائفة العسكرية والحركات المسلحة والاتفاقات بتحصل، أنا شايف إنه قادرين يتحدوا كل الصعب. أما بالنسبة لنا إحنا كشارع لازم نصبر لأنه الناس دي ماشية على خطوات. البلد الآن في وضع هش، وضع سياسي هش شديد جدا. النظام السابق ترك البلد في حالة اقتصادية مزرية، يعني حدث ولا حرج. للشعب الآن في المرحلة الانتقالية راضي عن الحكومة، وللحكومة شايفة إن الشعب راضي عنها ولا عاوز يصبر للحاجات هي اللي بتعملها. هم حاليا بيعملوا في حاجة كويسة وإن هم يعني سعيد في مع المجتمع الدولي، عملوا حاجات كويسة. وشايف وزير المالية كان في أمريكا وبيحاور في موضوع الإرهاب، إنه دي العقبة الحقيقية الحكومة الفترة الانتقالية المفروض يتخطوها. الناس تصبر على الحكومة دي، هم بيعملوا في هيكلة حالية للمؤسسات. الحاجة دي صعبة والناس مضطردة، يعني نزول في وظيفة له 20 سنة فجأة يغيلوه ما بيرضى. فمفروض يكون في قانون للحاجة دي ويسنوا قوانين عشان الناس تحفظ حقوقها، الشارع يصبر، الحكومة تعمل بجد من انه تزعد الشارع خصوصا في معاشه. طيبة لحياة طيبة. يرى خبراء استراتيجيون خطة رئيس الوزراء لمعالجة الأزمة الاقتصادية بدعم من المؤسسات الدولية قد تنجح في العبور بالسودان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ما بين ضبابية المشهد السياسي والاهتمام بمعاش الناس امتحان الحكومة الانتقالية، فالدرس الذي درسته حكومة الرئيس السابق للمواطنين لم تنجح في تقديمه لأن ايديولوجيته المتقلبة فحوها بحسب السياسيين العنف والكراهية. برنامج الثورة موضوع وهو أعلن لكل الناس، يعني في كل القضايا الاجتماعية والدينية والسياسية مطروح، طرح الآن في لرئيس الوزراء وسلم للوزارات المعنية، يستطيع أي شخص أن يقرأه وأي شخص عنده رأي في هذا البرنامج يستطيع أن يتحدث عنه. أما ما هو في خيال الناس أن هنالك ثورة ضد الدين، فتح البارات، فتح المراقص، هذا في مخيلة كثيرين، زي ما كما قلت أن هنالك محاولات لوضع عراقيل.
ترى بعض فئات المجتمع أن راديكالية الحكومة الانتقالية والتي ترتكز بحسب اعتقادهم على تغيير البنى الاجتماعية باتباع أساليب ثورية وتغيير نظم القيم بأساليب جوهرية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة قد يخلق مناخا غير متوازن في المجتمع، وهي الصراعات السياسية والفكرية التي استعجلت لها أطراف كثيرة، للأسف أطراف من النظام القديم وأطراف من قوى التغيير القوى المختلفة، يعني فإنها تحاول أن تستنفذ القليل من الجهد والطاقة في معارك ينبغي أن تحسم في ما بعد الانتخابات الحرة النزيهة. خبراء استراتيجيون يعتقدون أن الخطة التي يأمل رئيس الوزراء بمعالجتها واستعمال وصفات وخطط اقتصادية وبرامج مفصلة من مؤسسات دولية قد ينجح بمساندة العالم للعبور بالسودان إلى مرفأ آمن نسبيا، باعتبار أن المناخ الجديد سيخلق تعاطفا عالميا مع السودان، فالسودان في انتظار حصاد عسله الذي امتدت شهوره قليلة. دور الحكومة في إدارة المشهد السياسي الراهن والاهتمام بمعاش الناس دور صعب جدا بحسب رأي مراقبين، فهو يضع الحكومة أمام معترك ضحل جدا لا يمكن الخروج منه بالسهل. مصطفى الزواوي، قناة الطيبة، الخرطوم. طيبة لحياة طيبة. وللتعليق على هذا الموضوع معنا داخل الاستوديو الدكتور برير آدم إسماعيل، مقرر مبادرة أساتذة الجامعات السودانية. مرحبا بك دكتور برير، وأولا ما هو دور الحكومة الانتقالية المرتجة في تهدئة المشهد وإدارة شؤون الناس وبعيدا عن العنف؟ طبعا الحكومة الآن جات في زمن ربما تكون صعب جدا وتحملت مسؤولية. الصعوبة مرحلتها بتجي من حاجتين، الحاجة الأولى اللي هو سقف طموحات المواطنين، المواطنين طالعين من ثورة معناها طموحاتهم عالية جدا، بالتأكيد المطالب اللي خلتهم تطلع ثورة عشان ما تشيل النظام وتأتي بنظام معناها يعني طموحات عالية جدا، مطالب كبيرة جدا بتتطلب من الحكومة الوعي لها وإدراكها والعمل بجد عشان ما تحققها. الحاجة الثانية، التحدي الثاني اللي بيخلي مهمتهم تكون صعبة، الإمكانيات المتاحة، سواء كانت الإمكانيات متاحة الخارجية العلاقاتنا الخارجية أو الإمكانيات الموجودة في داخل السودان، مواردنا داخل السودان، فكل العاملين إذا كان داخل أو خارج محتاج معالجات كبيرة جدا وجذرية جدا جدا. فيمكن بدوا هم الآن بالحراك الخارجي، العلاقات الخارجية يمكن في جولات ماروسانية كبيرة جدا جدا بدت من رئيس الوزراء ووزراء وغيرهم لحد الآن وزير المالية تخيلي في واشنطن، فالحراك الخارجي تخيلي متقدم الآن عن الداخل. لكن كلا الحالتين زي ما قلت لك طموحات المواطنين عالية جدا جدا، بالتأكيد محتاجة لحراك أسرع، والإمكانيات المتاحة للدولة صراحة فيها يمكن تكون تعبانة جدا اقتصاديا واجتماعيا، محتاجين لإسعاف في أشياء كثيرة جدا جدا سواء في جانب الصحة والتعليم وغيره، إذا كان في جانب الاقتصاد بصورة عامة محتاجين لإسعاف وإنغاز لبعض الجهات، فهذه المهمة ربما تكون صعبة عليهم لكن كلنا أمل أنهم حيتأزوها بإذن الله. شهر ونصف حتى الآن هو عمر حكومة حمدوك، البعض يرى أن هذه المدة كافية لبداية حلحلة المشاكل خاصة الاقتصادية مع الإمكانيات المتاحة، والبعض يراها مدة قصيرة جدا ولا تسعى الحكومة لحلحلة المشاكل. نعم بالتأكيد، فهي بما أنه طموحات المواطنين، أنا يمكن التقرير والاستطلاع اللي شفناهم صراحة بديك قراءة أنه فيه هدوء في الشارع، الناس شوية وعد بدت بتكلم عنها دائرة تصبر، بتحدث نفسها بالصبر، لكن تخيل لي الغالب الأعم في المواطنين بيتكلموا بنفس أعلى، يعني محتاجين محاربة فساد معناها دايرين من الليلة، دايرين الانخفاض في الأسعار دايرينها اليوم، دايرين تكون الإنتاج أعلى من الاستيراد معناها دايرينه اليوم، دايرين السيولة تكون، فتخيل لي البعض اللي بيرى إنه الحراك
بطيء نوعا ما صوته أعلى الآن، لأنه حتى في الميديا الآن لو مشى في نفس الخط صراحة بيمثل إحباط حتى للحكومة القائمة. الميديا الآن لو الناس متابعينا بذات السوشيال منا فبيتكلموا تخيل يكاد يحسبوا أخطاء أو عسرات المسؤولين وكلماتهم وعباراتهم، فبالتالي الناس إذا مشت في نفس الخط معناها ده بيعني إنه الناس شوية ثقتهم في القائمين على الأمر حتقل رويدة رويدة، وبالتالي حتكون بالنسبة لهم محض إحباط المسؤولين، وبالتالي حتكون دي من الصعوبات الإضافية اللي بتخليهم ربما ما يقدروا يرضوا المجتمع السوري. أيضا هنالك الآن حالة استقطاب حاد بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بواجهاتها الكثيرة، كيف يمكن الاستفادة من هذا الاستقطاب، وهل يمكن أن تكون خطوة في مصلحة البلاد؟ والله صحيح الآن موجود الاستقطاب حادة، حتى مستوى الخطاب فيه حدة شديدة وفي تجاذبات واتهامات لجهات موجودة وغير موجودة وغيره، لكن إحنا يعني دي لو قلنا دارين نتكلم بصورة عامة المواطنين والمجتمع السوداني فيه منظمات مجتمع مدني وفيه مؤسسات غايمة وفي جمعيات خيرية وغيره يعملوا لمصلحة البلد، يحاولوا باتصالاتهم بالتأكيد أي منظمة أو أي منظمة مجتمع مدني عندها اتصالات خارجية تعمل على استدرار الدعم المعنوي والمادي وغيره لمصلحة البلد، وكذلك الطرف الآخر الحكومة علاقاتها، وحتى المستوى الخطاب مفروض يحصل له كول داون الآن، يعني صراحة شهدنا بعض الوزراء والمسؤولين خطاب فيه مشكلة حتى في احتكاك مع أشخاص نفسهم، فبالتالي ده لو استمر كده بكون بيأزم المواقف أكتر، بيخلي المواطن يحس بأنه القضية ما قضية معاش الناس وقفة الملاح والمواصلات والوقود وغيره، القضية في قضايا أخرى، وبالتالي الناس ممكن لو انصرفت ليه هتكون مشكلة كبيرة. لكن ظهرت على السطح للأسف الشديد العديد من خطابات العنف والكراهية، يعني إلى أي مدى يمكن التحلي بالواقعية والعقلانية سواء من الحكومة والمنسوبين إليها أو من منظمات المجتمع المدني من الأحزاب السياسية؟ نبدأ بالحكومة. نعم الحكومة من الفرض تخد في بالها إنها حكومة المجتمع السوداني بمختلف السيء والكويس فيه، فتتعامل مع الناس بهذه الكيفية، يعني فكرة إنه أرفض مجموعة وأقبل مجموعة وأتعامل مع شخص وما أتعامل مع الثاني، ألاقي مؤسسة وأرفض ألاقي المؤسسة الأخرى، أخذ قرار إيجابي تجاه شخص وأرفض، فلو الناس مشت بالطريقة دي بالنسبة للكلام ده للحكومة بتكون بالتأكيد فيها مشكلة، حتكون عندها يعني قلبت المجتمع بصورة مختلفة، فمهم جدا يخد في باله أنه أنا ألاقي الكويس والمكويس واللي بيدعمني والبيخصم مني والزول أنا عارف رأيه مسبقا والما عارف رأيه مسبقا، كله لازم أنا ألاقيه وأفهمه أطرح له رؤيتي بعد ما أسمع منه وأوضح له هو وأوضح للمواطن نفسه المنتظر منك رياكشن، ما هو أكيد بما أنه تحرك ودائر يعمل معك لغة أو دائر يتكلم معك بالتأكيد يتحرك معه ناس بيراقبوه ودائرين يسمعوا يشوفوا الرياكشن بتاعك دي الحدة. الحاجة الثانية أنه منظمات المجتمع المدني رسالتنا اليوم أنه ما يتعاملوا بالحدة هذه صراحة، الكلام في الاستطلاع أنا عجبني جدا من ناس مواطنين، الناس مفروض تصبر شوية تهدي اللعب تدي الناس فرصة، وصراحة نحن برضو مفروض نسمح بالأخطاء البسيطة المعقولة، يعني فإذا شخص أخطأ اليوم ما خلاص نقوم على الدنيا ونحبطه ونلخبط له الشغل حتى نربكه في أدائه في العمل في الفترة الجاية، طبعا السودان مناخ الحريات فيه عالي جدا جدا، فبالتالي الشخص أي شخص من صفحته على الفيس ممكن يكون حكم ويحاسب الناس ويراجعهم وكذا، فبالتالي دايرين من المنظمات والمؤسسات والمجتمع نفسه حبة صبر وحياد وموضوعية في تناول الموضوع. لكن على كل هنالك ظاهرة عنف جلية بدأت تتبدأ بكثرة، تتطلب هذه الظاهرة بالتأكيد إجراءات رسمية ومجتمعية، أنت تحدثت أكثر عن الإجراءات المجتمعية. طبعا الظاهره بتاعت عنف بالمناسبه حتى بقت في نهب في 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 محال تجاريه، يعني صراحه دي ما كانت موجوده بصوره بالطريقه دي، يعني فده صراحه انا بقول سببه الشعور، يعني الانسان لما يشعر باللا قانون يشعر بانه البلد فيها حاله بتاعت يدوب الناس بعمل ريهابيتيشن لاشياء كثيره، فالشعور باللا قانون بيخلي المواطن يكون متفلت، بيخلي انه تكون في عنف، يخلي انه تكون في مشاكل كثيره،
فده بيتطلب مواقف رسمية من المؤسسات الرسمية اللي هي الوزراء والمؤسسات والهيئات، مواقف رسمية، والجهات العدلية مواقف رسمية وحاسمة وواضحة تجاه ما يحصل من إذا كان عنف، حتى العنف اللفظي، العنف اللي بيحصل في السوشيال ميديا الناس تجيب فيه وقفة. ولا يذكر العنف إلا ويذكر العنف الطلابي، وأنت في مبادرة أساتذة الجامعات. بالضبط كده، ونحن الآن يمكن في شهر ده مفروض معظم الجامعات تفتح. لكن الناس متخوفة جدا، الناس متخوفة في أنه يحصل عنف طلابي، وده مهم جدا الناس تأخذ فيه إجراءات حاسمة، قرارات صارمة، تأخذ فيه موجهات دقيقة، تأخذ الاحتياطات اللي بتخلينا إذا فتحنا الجامعات ما يحصل، ما نفقد أرواح، يعني ما نفقد طلابنا، ما نفقد أساتذتنا، ما نفقد العاملين في المؤسسات دي، فبالتالي والبيئة الجامعية نفسها ما نفقدها. فمهم جدا صراحة إجراءات عاجلة لتلازم عملية فتح الجامعات، وإلا حنمشي في مشكلة تانية، لأنه نعم. الجامعة الزعيمة الأثري على ما أظن حصل فيها مشكلة كبيرة جدا، نعم. اللي هو بين طلاب وطلاب. إذن على المطلوب إجراءات عاجلة. شكرا جزيلا دكتور برير آدم إسماعيل، مقرر مبادرة أساتذة الجامعات السودانية. طيبة لحياة طيبة.